بديع الأرض والسماء مجدا له إلى الأبد المجد والجلال الآن والعزة مع السلطان لله فدينا العظيم مجد وحمد كله الرب ينبوع الحياة باري جميع الكائنات مبديع الشمس والأفلاك عرشه فوق السماوات قد ملك الرب الإله وارتد العز والبهاء الرب في العلا رحيم يصغي لشكوى الفقراء من كل ما تحت السماء ينفض للباري ثناء والحمد من كل الأفواه لاسم المسيح ربنا رحمته لا تنتهي وقوله الحق المبين وحمده في أرضنا يبقى لدهر الداهرين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. ومع روحك أيضا. تفضلوا استريحوا. سيادة راعينا الجليل المطران جمال خضر الجزيل الاحترام، أيها الأخوات والإخوة المباركون، أيها المؤمنون بالمسيح القائم منتصراً على الموت والخطيئة، محبة المسيح معكم وسلامه عليكم. وبعد، بفرح غامر ومحبة خالصة يسعدني اليوم وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخوتي وقرة عيني أبناء رعية العذراء أم الكنيسة في ماركا الشمالية، يسرني أن أحيي هذه الطلة المباركة لسيادتكم. حللتم أهلاً ووطئتم سهلاً بين الأهل والأبناء. وقف المعلم الإلهي يوماً من أيام الربيع في بلادنا الجميلة يتأمل خير بلادنا وزرعها يتموج محملاً بالخير والعطاء، فقال لتلاميذه وهو يرى نفوساً جاهزة للدخول في ملكوته، قال: قوموا وانظروا، إن الحصاد كثير لكن العمل قليلون. سيدي سيادة المطران جمال خضر، يسرني اليوم أن أقدم لسيادتكم هذه الكوكبة الجميلة من أبناء رعية العذراء أم الكنيسة في ماركا الشمالية، وكلهم فرح يلتفون حول راعيهم ومعلمهم مهنئين لك بنعمة الأسقفية وضارعين لله عز وجل أن يملأك من روح محبته وعلو حكمته وبنعمته يساندك في حمل هذه المسؤولية. أبناءك كلهم رغبة وحماسا ليكونوا حجارة حية في بناء ملكوت المسيح له المجد إلى الأبد.
إن استقبال الراعي لدى تفقده الرعية وهو حامل بشرى الخير والنعمة، ولا سيما في أجواء الفصح المجيد وشهر أيار المبارك، لهو فال خير وبركة لله، وما أشهاها وما أحلاها من استقبال، وما أشد وقعها في نفوس الراعي والرعية. وعليه فلا نرى بدًا من رفع الشكر والثناء لجميع من أسهموا في تحضير هذا اليوم المبارك، لقاء الراعي برعيته. نشكر الكشافة والشبيبة وأخويت الأمهات والمرتلين وجميع أبناء الرعية من ساهموا في هذا اليوم المبارك. فيا أيها الحبر الجليل والراعي الأمين الذي أقامه الرب على بيته، قدومك عيد من أعيادنا، وهو امتداد لفرحة فصحنا. ومن أمام هيكل العلي نرفع الأيدي ضارعة والقلوب خاشعة، طالبين لك طول العمر في حبريتك المباركة والسلام لشعبك ولأردننا العزة والسلامة، في ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله بن الحسين أطال الله في عمره. وأهلاً وسهلاً بكم سيدي بين أهلكم وأبناء رعيتكم، وشكراً للجميع للقدوم في استقبال سيادة المطران. شكراً أبونا خليل، شكراً لكم جميعاً على هذا الاستقبال. لنبدأ معاً هذا القداس الإلهي ونحضر أنفسنا بطلب رحمة الله لنا جميعاً وطلب غفران خطايانا. أنا أعترف لله القادر على كل شيء، وإليكم أيها الإخوة لأني خطئت كثيراً، والقول والفعل والإهمال، خطيئة عظيمة جداً. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة تصلوا من أجلي يا رب إلهنا، ليرحمنا الله القدير وليغفر لنا زلاتنا وليبلغنا إلى الحياة الأبدية. Kristus Christus, 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 Christ
صلي. اللهم ما بعث كل قدرة امنحنا أن نواصل الاحتفال اللائق بأيام الفرح هذا في ذكرى الرب القائم من القبر، وأن نشهد في جميع أعمالنا لما نحيي ذكره في إيمان وسرور بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. القراءة الأولى قراءة من أعمال الرسل. في تلك الأيام نزل بعض الناس من اليهودية وأخذوا يلقنون الإخوة فيقولون: إذا لم تختتنوا على سنة موسى لا تستطيعون أن تنالوا الخلاص. فوقع بينهم وبين بولس وبرنابا خلاف وجدال شديد، فعزموا على أن يصعد بولس وبرنابا وأناس منهم آخرون إلى أورشليم حيث الرسل والشيوخ للنظر في هذا الخلاف. فحسن لدى الرسل والشيوخ ومعهم الكنيسة كلها أن يختاروا أناساً منهم فيرسلوهم إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابا. فاختاروا يهوذا الذي يقال له برسابا وسيلة، وكانا من الوجهاء بين الإخوة، وسلموا إليهم هذه الرسالة: من أخوتكم الرسل والشيوخ إلى الإخوة المهتدين من الوثنيين في أنطاكيا وسوريا وقليقيا سلام. بلغنا أن أناساً منا آتوكم فألقوا بينكم الاضطراب بكلامهم وبعثوا القلق في نفوسكم على غير توكيل منا، فحسن لدينا جميعاً أن نختار رجالاً نوفدهم إليكم مع الحبيبين برنابا وبولس، رجالاً بذلوا حياتهم من أجل اسم ربنا يسوع المسيح. فارسلنا يهوذا وسيلة ليبلغاكم الأمور نفسها مشافهةً، فقد حسن لدى الروح القدس ولدينا ألا يلقى عليكم من الأعباء سوى ما لا بد منه، وهو اجتناب ذبائح الأصنام والدم والميتة والزنا. فإذا احترستم منها تحسنون عملا. عافاكم الله. كلام الرب. سبحوا الرب من رأف الله بنا وباركنا وكان منيرا بوجهه علينا، ليكن معروفا في الأرض سبيلك وبين جميع الأمم خلاصك. سبحوا الرب من السماوات سبحوه في الأعالي. اللهم لترفع إليك الشعوب حمدا، لتقدم لك جميع الشعوب مجدا، لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك بالعدل تحكم الشعوب وتسوس في الأرض الأمم. سبحوا الرب من السماوات سبحوه في الأعالي. اللهم لتحمدك الشعوب، لتحمدك الشعوب جميعا، يباركنا الإله وإلى أقاصي الأرض كلها تخشاه. سبحوا الرب من السماوات سبحوه في الأعالي. القراءة الثانية قراءة من رؤيا القديس يوحنا الرسول. نقلني أنا يوحنا أحد الملائكة بالروح إلى جبل عظيم شاهق، وأراني أورشليم المدينة المقدسة نازلة من السماء من عند الله، وعليها مجد الله، وكانت تتلألأ مثل أكرم الحجارة، كأنها حجر يشب باللوري، ولها سور عظيم شامخ، واثنى عشر بابا، عليها اثنى عشر ملاكا، وفيها أسماء مكتوبة
وهي أسماء أصباط بني إسرائيل الاثني عشر، منها ثلاثة أبواب شرقية وثلاثة أبواب شمالية وثلاثة أبواب جنوبية وثلاثة أبواب غربية، ويقوم سور المدينة على اثني عشر أساساً، وعلى الأسس الاثني عشر أسماء رسل الحمل الاثني عشر، ولم أجد فيها هيكلاً لأن الرب الإله القدير هو هيكلها، وكذلك الحمل، ولا تحتاج المدينة إلى ضياء الشمس ولا القمر لأن مجد الله أضاءها ومصباحها هو الحمل. كلام الرب. هاليلويا. شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيل الباشر. المجد لك يا رب، المجد لك. في ذلك الزمان وقبل أن ينتقل يسوع من هذا العالم إلى أبيه، قال لي تلاميذه: إذا أحبني أحد حفظ كلامي، فأحبه أبي ونأتي إليه فنجعل عنده مقاما. ومن لا يحبني لا يحفظ كلامي، والكلمة التي تسمعونها ليست كلمتي بل كلمة الآب الذي أرسلني. قلت لكم هذه الأشياء وأنا مقيم عندكم، ولكن المؤيد الروح القدس الذي يرسله الآب باسمي هو يعلمكم جميع الأشياء ويذكركم جميع ما قلته لكم. السلام أستودعكم وسلامي أعطيكم، لا أعطي أنا كما يعطي العالم. لا تضطرب قلوبكم ولا تفزع، سمعتموني أقول لكم أنا ذاهب ثم أرجع إليكم. لو كنتم تحبوني لفرحتم بأني ذاهب إلى الآب، لأن الآب أعظم
مني. لقد أنبأتكم منذ الآن بهذا الأمر قبل حدوثه، حتى إذا حدث تؤمنوا. هنا كلام الرب. التسبيح لك أيها الأب خليل، شعار كاهن الرعية. شكرا على استقبالك وشكرا على محبتك وأخوتك. منذ اللحظة الأولى لوصولي إلى الأردن كان الأب خليل دائما قريبا، وأظهر أخوة كهنوتية ودعما. شكرا أبونا، ومع كل تحياتي لكل ما تعمله. أيها الأخوة الأحباء، أعرب عن سعادتي أن أكون بينكم اليوم، وخاصة أن نجتمع حول الهيكل، حول السيد المسيح، هو الذي يجمعنا، نجتمع حوله. نلتقي معكم في هذا الأحد، لا نزال في زمن الفصحي الذي نحتفل به بقيامة المسيح من بين الأموات. وقيامة المسيح هي سبب فرح لنا جميعا، لأن المسيح بقيامته حاضر، موجود بيننا دائما، ونحن نعلم ذلك، وهذا هو أساس إيماننا، أساس إيماننا بحضور المسيح دائما بيننا. في هذا الأحد استمعنا إلى الإنجيل المقدس في فقرة من حديث السيد المسيح مع تلاميذه في العشاء الأخير، من إنجيل القديس يوحنا. وحديث المسيح مع التلاميذ في إنجيل القديس يوحنا يمتد من الفصل 13 للفصل 17، أربع فصول كاملة. كما رأينا في إنجيل اليوم، المسيح على يعي أنه سيترك التلاميذ، وأن اقترب الوقت الذي فيه قال لهم: تعلمون أني ذاهب، ولكن لا تضطرب قلوبكم ولا تفزع، سأعود إليكم. المسيح وعد تلاميذه بأنه لن يتخلى عنهم، لن يتركهم وحدهم. قال لهم: لن أترككم يتامى. وفعلا السيد المسيح حاضر فيما بيننا، نحن نؤمن بذلك، خاصة من خلال سر القربان الأقدس، وأيضا سيعود كما جاء في المرة الأولى، ولكن في المرة الثانية سيعود في نهاية العالم. القراءة الثانية تحدثنا عن نهاية مسيرة الكنيسة، يعني بعد كل ما يعني ما بعد قيامة المسيح من بين الأموات وحتى النهاية. السفر الرؤيا يحدثنا عن هذه النهاية، حيث سنلتقي مع الله والحمل، ويعيشون ونعيش في نور الرب، حيث لا تحتاج المدينة إلى ضياء الشمس ولا القمر، لأن مجد الله أضاءها ومصباحها هو الحمل. صورة جميلة، صورة جميلة لأورشليم السماوية، صورة لأن لا يمكن أن نصف هذه الحقيقة، حقيقة ستكون أجمل أيضاً بكثير. إذن السيد المسيح يحدث التلاميذ عن فترة ما بعد غيابه، يحدثهم عن فترة الكنيسة، كيف يجب أن يعيشوا وكيف يجب أن تكون الكنيسة. وما قاله السيد المسيح للتلاميذ لا يزال يصلح لنا إلى اليوم، ويحدثنا عن الكنيسة، لأنه في نهاية حياته مع التلاميذ يحضرهم لهذه المرحلة المقبلة. في هذا الخطاب الوداعي تنبأ لهم عن عودته، سيذهب وسيعود، أنا ذاهب وسأرجع إليكم. وهذا رجاؤنا بعودة المسيح، هذا سبب فرح لنا عندما نتحدث عن المجيء الثاني للمسيح. لا نتحدث باضطراب، بخوف،
ولكن من كانوا يؤمنون بالمسيح، من كانوا يؤمنون بالقيامة، ينتظرون هذه العودة، يفرحون لهذه العودة. المسيح عندما تحدث عن نهاية العالم وعن كل ما سيحدث في نهاية العالم قال لتلاميذه: أما أنتم فإذا حدثت كل هذه الأمور فقفوا وارفعوا رؤوسكم، إن خلاصكم قريب. هو سبب رجاء لنا هذا اللقاء مع الله، سبب رجاء وفرح، لأن المسيح يقول: لو كنتم تحبوني لحفظتم وصاياي، لفرحتم أني ذاهب إلى الآب. إذن هو سبب فرح ورجاء، وهذا ما قرأنا عنه في القراءة الثانية. كما قلنا، لن يترك التلاميذ وحدهم، لن يترك الكنيسة وحدها. هو الذي قال: أنا معكم كل الأيام إلى نهاية العالم، يرسل لنا الروح القدس. حديث المسيح مع التلاميذ في العشاء الأخير يتحدث كثيراً عن إرسال الروح القدس، هذا الروح القدس المؤيد الذي يعلمنا جميع الأشياء، يذكرنا جميع ما قاله لنا السيد المسيح. الروح القدس معنا، بعد أسبوعين عن احتفال عيد العنصرة، عيد حلول الروح القدس، انطلاقة الكنيسة، بداية الكنيسة، فسيكون معها لكي يحفظ الكنيسة ويحفظها في الأمانة للمسيح. إذا انتبهنا في القراءة الأولى لما صار في خلاف بين المسيحيين، اجتمعوا التلاميذ، اجتمعت الكنيسة الأولى مشان يحلوا الخلاف، وفي القرار اللي أرسلوا لك كل المسيحيين بيقول: رأينا الروح القدس ونحن أنه كذا وكذا. القرار بدأوه وهم واعيين أن الروح القدس معهم، الروح القدس يقود الكنيسة. إحنا البشر ضعفاء، وإذا كنا نخدم هذه الكنيسة ونعيش في هذه الكنيسة لأن الروح القدس هو الذي معنا، رأى الروح القدس ورأينا نحن أيضا. فالروح القدس هو الذي يرافق الكنيسة بنعمته، هو الذي يعطي الكنيسة مواهبه، هو الذي يوحد الكنيسة، يجعل منا كنيسة واحدة، ويجعل من الرعية جسد واحد ووحدة واحدة أيضا، يرافقنا دائما. هذا الروح القدس هو الذي يجعلنا جميعا أبناء لله، يجعلنا جسد واحد، يجمعنا قلبا واحدا ونفسا واحدة. إذا كان فعلاً الروح القدس حاضر فيما بيننا، وأنا بحكي للرعية، هذا يظهر بوحدتنا فيما بيننا مع كل الاختلافات والتنوع اللي موجود فيما بيننا. الروح القدس يمنح مواهب كثيرة، ولكن وحدة الكنيسة، وحدة الرعية هي علامة على هذا، على حضور الروح القدس بيننا. هذا الروح القدس يجعلنا كالجسد الواحد، نشعر بعضنا مع بعض، نتضامن بعضنا مع بعض، نفرح مع الفرحين، نتألم مع المتألمين. هذا الجسد الواحد الذي يقول لنا القديس بولس عنه: إذا تألم عضو تألمت معه سائر الأعضاء، وإذا أكرم عضو فرحت له سائر الأعضاء. هذه هي الرعية، هذه هي الكنيسة، هذا الذي علينا أن نراجع أنفسنا نحن في هذه الرعية وفي بلادنا وفي كل رعية. إذا كان فعلاً الروح القدس حاضر بيننا، والذي يميز الكنيسة، وهذا اللي بدأ المسيح الإنجيل اليوم فيه: إذا أحبني أحد حفظ كلامه. محبة المسيح هي التي تجمعنا، محبة المسيح هي التي تميزنا، محبة المسيح التي تجعلنا نحفظ وصاياه. ليست هذه الوصايا أوامر من الله علينا أن نطيعها بالقوة، ولكن يعرضها لنا السيد المسيح ويضع شرط: إذا أحبني أحد. يعرض علينا، لماذا؟ لأنه هو أحبنا أولا، هو الذي أحبنا وبذل نفسه في سبيلنا. هذه المحبة التي لا تعرف حدود، التي أحبنا بها السيد المسيح، ينتظر منا أن نحبه كما أحبنا هو أيضاً. هذه المحبة هي التي تميز الجماعة المسيحية، وحينها نعلم ما معنى
أن نعيش بسلام المسيح. سلامي أعطيكم، ليس السلام الذي يعطيه العالم، سلامي أعطيكم يقول السيد المسيح. عندما يكون حاضراً فيما بيننا، عندما يزرع المحبة في قلوبنا، عندما نتميز في محبته وفي محبة بعضنا البعض، هذا ما أراده المسيح للكنيسة. هذا ما الذي يجعلنا نراجع أنفسنا كلنا، هل نعيش كما أراد لنا السيد المسيح أن نعيش؟ ما يريده أن نعيش بسلام فيما بيننا، أن نعيش بمحبة فيما بيننا، وأن يكون الروح القدس حاضر فينا دائما. هذا الذي يجعلنا نراجع أنفسنا لكي نجدد إيماننا به، نجدد إيماننا بحضوره بيننا، ونجدد أيضا محبتنا له ومحبتنا بعضنا لبعض. آمين. شكرا لسيدنا لهالكلام الحلو والروحاني، إن شاء الله منحاول نوضعه في حياتنا ونطبقه كمان. يا أخوتي، في مزمور بالمزامير رقم 91 بيقول: الساكن في ستر العلي يبيت في ظل القدير. مزمور كتير حلو، ينطبق على كل مؤمن. آخر المزمور: أنقذه وأخلصه ومن طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. هيك بينتهي المزمور. أنا بظن هذا الكلام بينطبق على شخص عزيز علينا كلنا اللي اسمه أبو جورج. أبو جورج، أبو جورج تعرض لوعكة صحية قوية، لكن وعد الرب كان حاضر والرب أمين في وعوده. أنقذه وأخلصه، حيو بيننا الحمد لله، من طول الأيام أشبعه. قديش عمرك أبو جورج؟ العمر كله إن شاء الله. وأريه خلاصي. فاليوم سيدنا المطران وكل أبناء الرعية سمعنا سيدنا لما حكى: إذا أكرم عضو فرحت له كل الأعضاء. شو رأيكم نكرم أبو جورج؟ بيستاهل ولا لا؟ هي موافقة بأغلبية ساحقة. غبطة البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين، يمنح بركته الأبوية مستمطراً النعم الإلهية الغزيرة على السيد ويليام كامل اللحام، ويقلده وسام الصليب الذهبي للبطريركية اللاتينية تقديراً لجهوده ومحبته للكنيسة المقدسة، أعطيت بتاريخ 5 أيار 2022 في القدس.
سيادة المطران جمال خضر جزيل الاحترام، تحية من القلب مع بطاقة حب وتمنيات جميلة نقدمها لسيادتكم بهذه المناسبة السعيدة والمباركة لأول قداس لسيادتكم في كنيسة السيدة العذراء أم الكنيسة ماركة. فأهلاً وسهلاً بكم، أعانكم الله على تحمل المسؤولية وألف مبروك. سيادة المطران مارون اللحام جزيل الاحترام، أهلاً وسهلاً بكم بين أهلكم وذويكم، فأنت منا وإلينا. حضرة الأب خليل جعار المحترم، أبتي، يسعدني بهذه المناسبة أن أعرب عن جزيل شكري وامتناني في ما قدمته لي من دعم معنوي وإرشاد روحي أثناء أزمتي الصحية وإتمام واجباتي الدينية، فشكراً أبتي، ألف شكر. لنقف ونعلن إيماننا ولنقل: نؤمن بإله واحد، مساواً لله في الجوهر الذي به كان كل شيء، الذي من الفصحى ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة روح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاد سلطنتي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الأب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم يدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس رب المحيي المنبثق من الأب والابن، الذي هو مع الأب والابن يزهد له ويمجد الناطق بالأنبياء، كنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف معموديات واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتين. أيها الإخوة الأحباء، لقد وعدنا المسيح قال: لا تسألون الآب شيئا باسمي إلا أعطاكم إياه. فلنرفع باسمه طلباتنا إلى الآب السماوي في يقين وثقة. نصلي لك يا رب من أجل أن تمنحنا أن نجتمع كلنا فيك، فنصعد قلوبنا وأفواهنا وأيدينا مرفوعة بلا انقطاع لصلاتك من أجل وحدة كنائسنا في كل العالم، طاعة ومحبة لك وكما تريدها أنت أن تكون أيها الرب الكلي القداسة. آمين. إلى الرب نطلب استجب يا رب. اللهم نتضرع إليك ونصلي من أجل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حفظه الله ورعاه،
وأطال بعمره، وأدام عليه نعمة الصحة والعافية، وسدد خطى لاستمرار مسيرة الأمن والأمان في بلدنا الأردن. نسألك فاستجب لنا. إلى الرب نطلب استجب يا رب. اللهم نتضرع إليك من أجل المرضى والمعوزين الراقدين على أسرة الشفاء في المستشفيات والبيوت، وأن يمن الله عليهم بالصحة والعافية، ونصلي من أجل القائمين على خدمتهم لتخفيف آلامهم وأوجاعهم، كي يبارك الله جهودهم ويمنحهم الصحة والعافية. استجب يا رب. إلى الرب نطلب استجب يا رب. نسألك يا رب أن تكون معنا في آلامنا وأوجاعنا، وأن تحفظ أجسادنا من الأمراض والأوبئة، وأن تطهر نفوسنا من العدوى والمرض والخطيئة، وتملأ قلوبنا بالشجاعة والتوبة. اشفنا وخلصنا وقدسنا يا من بك الخلاص والشفاء. آمين. إلى الرب نطلب استجب يا رب. من أجل الحروب والمجاعات في العالم، نسألك يا رب جلب شعاع الأمل لإيقاف الحروب والنزاعات في جميع البلاد، لتنعم بالسلام والهدوء الذي يمنحه المسيح في هذا، فهذا ما تحتاجه أسرتنا البشرية الآن أكثر من أي وقت مضى. إلى الرب نطلب. إلى الرب نطلب استجب يا السلام في العالم. أيها الرب إلهنا، يا محب السلام، أنت خلقت البشرية وأظهرت حبك العظيم. إن روحك الذي هو روح سلام يبعث المحبة بين البشر، وإن ملكوتك عدل وسلام ومحبة، فاجعلها تستقر بين الشعوب مهما كانت من لهم ولغاتهم، فتستنير الأرض كلها بضياء مجدك السماوي. آمين. إلى الرب نطلب استجب يا رب. من أجل الشهيدة شيرين أبو عاقلة، نصلي جميعاً من أجل شهيدة كلمة الحق التي أحبت مهنتها وإنسانيتها للدفاع عن الشعب الفلسطيني الأبي، ونقل معاناته إلى أرجاء الأرض، الإعلامية المخضرمة شيرين أبو عاقلة، كي يتغمدها الله بواسع رحمته لإراحة نفسها. إلى الرب نطلب. إلى الرب نطلب استجب يا رب. أصغي إلى صوت شعبك يا رب، واستجب أدعية عبادك، فتفرح قلوبنا ويكون فرحنا تاماً بالمسيح ربنا. آمين. صفحة 230. اقبل تقديماتنا، بارك جمعنا، نطلب إلقاك من أعماق القلب. هذا القربان صنع أيدينا، فاجعله زادا لسائرينا. هذا القربان صنع أيدينا، فاجعله نقدمها لك قدسها يا رب. هذا القربان صنع
صلى الإخوة إلى الله الأب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. لتصعد صلاتنا إليك يا رب ونحن نقرب هذه الذبيحة، حتى إذا طهرتنا نعمتك القديرة كنا أهلا للاشتراك في سر التقوى والإيمان العظيم بالمسيح ربنا. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى العلى، لنشكر الرب إلهنا. نول حق وعدل واجب وخلاصي أن نسبحك يا رب في كل زمان، وأن نمجدك تمجيدا أعظم في هذه الأيام وقد ذبح فصحنا المسيح، هو الذي أحرز على الخطيئة والموت نصرا مبينا، به يتجدد العالم وتحيا كل الخليقة، ويرجع الخطأ إلى ينابيع النعمة والقداسة. لذلك عمت الأفراح الفصحية واستبشر العالم في كل المسكونة، والقوات العلوية وجوقات الملائكة يواصلون التسبيح بنشيد المجد قائلين: حقاً إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها، فيتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعاً أخذ خبزاً وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي، الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري.
هذا سر الإيمان. كلما أحبنا هذا القدس وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك لا إله إلا أنت. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الأب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، وبلغها كمال المحبة مع حبنا الأعظم البابا فرانسيس وبطريركنا بيير باتيستا وأسقفنا جمال وسائر الإكليروس. أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك من أهلنا وأقاربنا وأصدقائنا. اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي، وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين وخصوصاً المرضى، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله والقديس يوسف خطيبها العفيف ومع الرسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. في الصلاة التي علمنا إياها السيد المسيح يعلمنا أن ندعو الله أبان لنا، لأننا جميعاً إخوة بهذه الروح لنصلي ولنقل: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلامة في أيامنا، أعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك. بمحبة تبادلوا سلام المسيح. يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا. يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا. يا حمل الله الحامل خطايا السلام، امنحنا السلام، امنحنا السلام. هو ذا حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. لو لست مستحقا. صفحة 413.
إن شئت حياتي فبين يدي، إن شئت أشواقي فهي إليك. إني لست أطلب شيئا من لديك غير حبك الأمين والسعي إليك. هذه يا طلباتي، هذه منيتي، فاستجب لي يا إلهي. اشفيني وقوتني بخبز السماء، كلما تراني جوع أو ضما، واجعل في فؤادي حب الانتماء والتأني في سبيل حفظ وديك. وإذا أخطأت هبني الندم والعزاء يا إلهي. إذا ما ضعفت أنت قوتي، إذا ما حزنت أنت سلوتي، إنك القدير شدد همتي لبناء الملكوت ما بين الأنا. في وسط الصعاب أذكر عهدك وانتشلني يا إلهي. أؤمن بالله خالق السماء، السماء والأرض وما فيهما، صانع الأكوان آب للملا. أنت الحق أنت النور، خذ منا الولا. في دروب الحق في طريق النور، قدنا قدنا بهداك. أؤمن بالله ابنه الوحيد، مساو في الجوهر للآب المجيد. فادل للأنام بحب فريد، ابن الله قد تأنس من أم طهور. من أجلي تألم ابن مريم، رنم له ترنيما. أؤمن بالروح
محيينا العجيب ساكن النفوس حبه لهيب ملهم الإنسان في كل زمان ناطق بالأنبياء مصدر الإلهام قدم له الإكرام عزيف الأنغام ارفع له التسبيح. أولينا القيامة في دار الأحياء وحياة النفس في دار البقاء أؤمن بالكنيسة أما للأنام فيها الحق وهي الحب مصدر الإنعام وحد ربي شملها وابقى معها فليضئ وجهك عليها. 391 لأنك فيا تراني في عيد لأني بقلبك قلبي جديد وليس لدي ما يودى لك سوى توبتي والتغني بك فكل اتكالي عليك تحنن علي فأنت المجيب خفية تنجلي قوتك بجالية تنجلي حكمتك فممن أخاف وأنت هنا وقد صرت أنت حياة لنا فكل اتكالي عليك تحنن علي فأنت المجيب. هلأ كل واحد بيضل قاعد محله واقفين عبين ما يطلع موكب سيدنا المطران حتى بالساحة بيكون في فرصة لكل واحد منكم بده يبارك ويسلم على سيدنا المطران بالساحة، لكن حاليا بنضلنا واقفين لحتى ما يخرج موكب سيدنا المطران. وشكراً لكم جميعاً على تعاونكم. لنصلي. أيها الإله الأزلي القدير، وجهتنا بقيامة المسيح إلى الحياة الأبدية، فنسألك أن يؤتينا السر الفصحي ثمره اليانعة، وأن يكون خبز الخلاص قوة لنفوسنا بالمسيح ربنا. الإله الذي فداكم وتبناكم على يد ابنه القائم من القبر يشملكم ببركته العلوية. آمين. والمخلص الذي أولاكم موهبة الحرية الحقيقية ينعم عليكم بأن تكونوا شركاء له في الميراث الأبدي. آمين. وأنتم أيها المعمدون الذين قمتم بالإيمان مع المسيح كونوا بسيرتكم الحميدة أهلاً لأن تحيوا مع المسيح في الوطن السماوي. وليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله.